للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من حيفا عبر خدمة سكايب سيد عصام خور، رئيس معهد إيميل توما للدراسات الفلسطينية الإسرائيلية، وينضم أيضا من غزة سيد محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية. أهلا بكم ضيوف الغد. أبدأ معك سيد عصام، يعني بداية البت في موضوع المسيرة ومسارها، هي من أولى قرارات هذه الحكومة الإسرائيلية الجديدة الحساسة والمهمة. ماذا يقول قرار مصادقة الحكومة الإسرائيلية الجديدة عن مستقبل سياساتها المستقبلية وكيفية التعامل معنا؟ يعني دعيني أقول أولا إن هذه المسيرة هي الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة وفي باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة. يعني الجديد الحقيقي هو أن حكومة نتنياهو قبل أن تغرب من مواقعها تركت حقيبة مليئة بالألغام للحكومة الجديدة التي انتخبت، وهي حكومة يمينية، هي حكومة استيطان، هي حكومة احتلال، هي حكومة تنافس حكومة نتنياهو في تعميق الاستيطان وفي إبراز يمينيتها الاحتلالية العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني. القضية هي ليست المسيرة، المسيرة هي عملية استفزاز للشعب الفلسطيني، هي عملية استفزاز أيضا للحكومة الجديدة من قبل الحكومة الغاربة. ولكن يبقى السؤال، هو ليس قضية توسط لدى إسرائيل من قبل المصريين أو غير المصريين وما إلى ذلك. القضية تبقى كيف ينتهي الاحتلال عن القدس الشرقية المحتلة عاصمة الشعب الفلسطيني، وكيف ينتهي الاحتلال من المناطق الفلسطينية المحتلة وتقوم الدولة الفلسطينية المستقلة. هذا السؤال المركزي، كل الباقي هو تفاصيل في نهاية المطاف. ولذلك أنا على ثقة بأن شعب القدس كان قادرا دائما مع الجماهير الفلسطينية القادمة من إسرائيل، مع كل من يستطيع أن يتوافق إلى القدس، على إفشال هذه المسيرة وإفشال هذا الاستفزاز والتصدي له بما يليق. أنتقل لسيد محمود خلف من غزة، يعني كيف تتابع الفصائل الفلسطينية في غزة مسيرة الإعلام في القدس؟ نعم، يعني نحن نتابع هذه المسيرة باهتمام بالغ وقلق شديد، لأن ما تقوم به حكومة بنت الجديدة يؤكد أن وقف إطلاق النار الهش القائم هو على حافة الانهيار، وأن حكومة الاحتلال هي المسؤول الأول والمباشر عن أي تدهور بالحالة قد تنشأ. دعونا نتذكر بأن التصعيد الأخير الذي جرى على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي كان السبب الرئيسي فيه هو مسيرة الأعلام التي يجري تجديدها مساء هذا اليوم. هذا يؤكد بأن هذه المسيرة تحمل أهداف سياسية، الهدف منها أولا هو بسط السيادة الكاملة على مدينة القدس تحديدا الشرقية منها والمسجد الأقصى المبارك وكل أحياء ومدن مدينة القدس، وثانيا تريد أن تقول للعالم بأن هذه السيادة المبسوطة إسرائيليا على القدس تدعو دول العالم لأن تعترف بالقدس كعاصمة موحدة لدولة الاحتلال. هذا بالنسبة لنا خط أحمر، وبالتالي القدس والمعركة حولها تشكل خط القتال الأول مع هذا المحتل. ومن هنا نقول أن أي تداعيات تحدث نتيجة هذه المسيرة اليوم، الاحتلال الصهيوني هو الذي يتحمل المسؤولية الأولى والكاملة. طيب، يعني الآن في محاولة الاستقراء على يعني هذه المسيرة سيد عصام، يعني كيفية ونية وقرار الحكومة الإسرائيلية الجديدة للتعامل، هل سمح الحكومة الإسرائيلية لهذه المسيرة يعني بأنها ماضية باتجاه قرار التصعيد والاستفزاز مع الفلسطينيين؟ يعني دعينا نتفق على أن القرار في السماح بهذه المسيرة أخذ من قبل الحكومة، حكومة نتنياهو قبل أن تغرب. هذه هي الحقيقة، وهو اتخذ بهذا الشكل ليضع الحكومة الجديدة في الامتحان، وليضع يمينية بنت رئيس الحكومة الجديد
في امتحان مر قد يكون بالنسبة له، فهو غير قادر على العودة عن القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة، وهو غير مستعد بعد وغير جاهز للخطوات التالية والتصعيد القادم. يعني أنا لا أعتقد أن بنت يريد الاستقرار، بنت يريد التصعيد، يريد في الخطوط العريضة للحكومة السياسية للحكومة القادمة للحكومة الجديدة تعميق الاستيطان في مناطق سي، ملاحقة الفلسطينيين في داخل القدس، الشيخ جراح. طب إذا كان الأمر كذلك سيد عصام، إلى أين ستؤول الأمور، خصوصا يعني مع هذه التصريحات التي نتابعها من الجيش الإسرائيلي بأخذ الاحتياطات ونشر القبة الحديدية؟ ما المتوقع على ضوء ذلك؟ إلى أين ستسير وتؤول الأمور باعتقادك؟ يعني أنا في تقديري حتى نكون واضحين، القوة الأعظم للشعب الفلسطيني هي قدرة شعبنا في القدس وفي وادي عارة وفي اللد وفي يافا وفي كل بلداتنا من الشمال إلى الجنوب، القادرة على الوصول إلى القدس، أنها قادرة على أن تفشل مثل هذا الاستفزاز وأن تسقطه بصدورها العارية قبل الحديث عن وقف إطلاق نار. أنا في رأيي الانتصار الأكبر للشعب الفلسطيني لشعب القدس عندما استطاع أن يهزم المحاولات إسرائيل أن تقهر إرادة الشعب الفلسطيني في القدس وأن تضعه في موقع الجانب الذي تستطيع أن تستفرد به. إسرائيل لم تستطع أن تستفرد بشعبنا في القدس، ولذلك قدرته على المقاومة والمواجهة بصدوره العارية هي أكبر انتصار على العنجهية الإسرائيلية والقوة العسكرية الإسرائيلية. ما رأيك سيد محمود، يعني إلى أين ستؤول الأمور؟ هل هناك خشية من أن تعود الأمور مجددا إلى الوراء؟ هل هناك خشية أن نرى سيناريو المواجهة الذي حصل مع غزة ويتكرر على ضوء ذلك باعتقادك؟ يعني حسب مسيرة المستوطنين الاستفزازية اليوم، حتما سنجد هناك مواجهة ومقاومة شعبية من أبناء شعبنا في القدس وال48 والشيخ جراح والتصدي لهذه المسيرة، وهناك على ما يبدو تحضيرات واسعة، لأن حالة الاستنفار التي يعني جرت هذا اليوم تؤكد بأن الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين بحماية جيش الاحتلال سوف يقومون بتنفيذ هذه المسيرة الاستفزازية. شعبنا الفلسطيني في القدس تحديدا والضفة الغربية لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الاستفزاز وهذا. ماذا يعني لن يقف مكتوف الأيدي يعني سيد محمود؟ يعني نحن نسمع هنا تصريحات من الناطق باسم حركة حماس في مدينة القدس محمد حمادة، يقول أن الوسطاء طلبوا من فصائل المقاومة عدم التصعيد بسبب مسيرة الأعلام، لكن نؤكد أن كل الخيارات مفتوحة أمامنا. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني بأن كل أشكال النضال ضد الاحتلال متاحة أمام هذه العنجهية واليمينية والتطرف والاستفزاز، ولكن ساحة الاشتباك الأهم الآن أمام هذه المسيرة هي ساحة الاشتباك في الضفة وفي يعني مناطق ال 48 وفي القدس، وأيضا محاولة منع هذه المسيرة بأجساد أبناء شعبنا الفلسطيني والتصدي لهذه الاستفزازات. من هنا أقول بأن كل الأشكال متاحة، ولكن يعني تقدير الموقف هو الذي يحتم ويؤشر أي شكل يمكن أن يتم استخدامه في اللحظة الراهنة. من هنا نقول بأن التصدي لهذه المسيرات شعبيا وجماهيريا الآن هو الشكل الأنجع والأفضل لفضح سياسة الاحتلال واليمين واليمين المتطرف داخل حكومة الاحتلال من جانب، ومن جانب آخر ليكون العالم شاهدا وواضحا ما الأعمال وما هو التطرف الذي يقوم به بنت وحكومته و
واليمين المتطرف في واضح. دولة الاحتلال من أجل استفزاز الفلسطينيين وفرض وقائع جديدة في مدينة القدس. سيد عصام، يعني التصريحات من بنت تقول بأنه لا يرغب بالفعل بتكرار سيناريو المواجهة والحرب على غزة، والآن في هذه الأثناء هناك استفزازات، يعني عضو الكنيسة عن تحالف الصهيونية المتدينة بن كفير وسموتريش يصران على مرور المسيرة من باب العمود والحي الإسلامي في القدس. هل سنشهد سياسة أمنية مختلفة تحاول ربما، هل كيف سيكون الجيش، دور الجيش ودور الشرطة في هذه المسيرة للحول دون أن تتطور الاستفزازات لتكرار مشهد المواجهة؟ يعني أنا أميل إلى الاعتقاد بأن هذه الحكومة ليست معنية بأن تجر جرا إلى مواجهة من هذا النوع، وهي تعتقد أن ما قررته حكومة نتنياهو هو محاولة لتوريط هذه الحكومة في وضع صعب قد يدخلها في مأزق لا تستطيع الخروج منه منذ البداية. ولذلك أنا أميل إلى اعتقاد أن هذه الحكومة ستكون أكثر حذرا من في قضية التصعيد، وأكثر حذرا في محاولة جر الصدام إلى نقطة اللا عودة وإلى نقطة الانفجار، هذا تقديري. ولكن يجب أن نرى أننا أمام مشهد سيتكرر، يعني قضية القدس هي قضية امتحان لمدى جدية القوى الاستيطانية، ونحن نتحدث عن رئيس الحكومة بنت، ربما ليس اليوم ولكنه موغل في الالتزام بقضية التهويد والاستيطان في القدس نفسها وفي كل المناطق نعم. الفلسطينية صحيح، ولكن يعني في هذه الأثناء نعم. يعني سيد عصام، كان هناك أصلا أصوات داخل إسرائيل تنادي كجابي أشكنازي يوصي الحكومة بأخذ الحساسية الدولية إزاء ما يجري في القدس بعين الاعتبار، على اعتبار أن العالم يراقب ما يجري هذا الدور من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي في إخراج الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح وأحياء القدس. باعتقادك كيف يراقب المجتمع الدولي، كيف تراقب أيضا الولايات المتحدة الأمريكية هذا الدور للحكومة الإسرائيلية، وهل سنشهد لها دور في الضغط عليها لمنع تطور الأمور للأسوأ والتصعيد في المرحلة المقبلة؟ دعيني أقول إنه مع سقوط ترامب أولا وسقوط نتنياهو ثانيا باتت الظروف مواتية أكثر للضغط على إسرائيل أو لنقد إسرائيل وفتح العين على ممارساتها في القدس وفي كل المناطق الفلسطينية المحتلة، وهذا تقدم هام ولكنه غير كافي. في نهاية المطاف الامتحان الحقيقي هو في وقف الاحتلال للقدس، هو في العودة إلى المشروع الذي يؤدي إلى استقلال الدولة الفلسطينية وإلى انحسار الاحتلال الإسرائيلي. أنا أعتقد أن الرأي العام العالمي والرأي العام العربي ليس هناك الآن، ولكن بفعل صمود القدس وبفعل صمود الجماهير الفلسطينية في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني وبفعل المواجهة بالصدور العارية، نحن نستطيع أن نفرض تحولا أكبر على الرأي العام العالمي. ولذلك أنا أعتقد أننا في نقطة المعركة فيها على تصعيد المقاومة للاحتلال بكل الوسائل المتاحة، وفي الأساس المقاومة الشعبية التي أثبتت نجاعتها. وفي رأيي هناك حالة من هناك مفارقة غريبة عجيبة، أنه في ظل هذه الحكومة التي تتبنى الاستيطان وتتبنى عمليات التهويد والاستفزاز للأقصى وللقدس، تجلس قائمة تقودها الحركة الإسلامية الجنوبية في إسرائيل. أنا أعتقد أن هناك شيء من العبث في هذه الصورة، وأن المعركة في نهاية المطاف على أن تعيد النظر مثل هذه القوة وتخرج من ائتلاف احتلالي استيطاني كالذي نشهده ويمارس دوره اليوم في القدس. طيب، يعني أمام استمرار هذه المخاطر مع قدوم هذه الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمينية المتطرفة، سيد محمود، ما هي خيارات الفلسطينيين
على الصعيد الشعبي والفصائلي والرسمي في مواجهة هذه الحملة الممنهجة الإسرائيلية واستمرارها في ممارساتها القمعية والتصعيد على الفلسطينيين؟ نعم، الخيار على المستوى الشعبي هو استمرار مقاومة هذا المحتل، وأن حكومة نتنياهو قد قامت بتسليم ولاية الحكم إلى حكومة أكثر تطرف وأكثر يمينية. نحن لا نتوقع خيرا من هذه الحكومة بأقطابها اليمينية المتطرفة. أما على المستوى الرسمي فالدعوة يعني واضحة بعدم الرهان على خيارات المفاوضات أو محاولات يعني التطميع ببعض العبارات من قبل الإدارة الأمريكية لجر السلطة الفلسطينية لمزيد من هدر الوقت بالتفاوض، حيث لا خيار أمام السلطة إلا أن تتوحد مع الفصائل وقوى الشعب باتجاه أولا توحيد الساحة الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام، ثانيا الاتفاق على برنامج استراتيجي مبني على أساس برنامج سياسي متفق عليه يقوم على أساس مجابهة الاحتلال وإجراءاته وتطبيقاته على الأرض، وثالثا تطبيق كل الاتفاقات التي تم التوقيع عليها ما بيننا وما بين الفصائل بوقف العمل بكل الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال وتحديدا التنسيق الأمني والمقاطعة الاقتصادية والاشتباك الدبلوماسي والسياسي مع المحتل مع المؤسسات الدولية. هذا على وعلى أهمية تفعيل المقاومة الشعبية والبدء والتسريع بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية. هكذا يكون هناك الخيار موحد سلطة وقوة وشعب باتجاه مجابهة سياسة هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، والذي برنامجها يعني معلن قبل أن تستلم بنت يعني يقول بشكل واضح بأنه مع توسيع الاستيطان ومع ضم مساحات واسعة من مناطق جيم ومع توسيع مساحة ساحة البراق ومع التهجير، وأسهل ما يكون لديه هو قتل الفلسطينيين. يعني أي رهان على هذه الحكومة، هذه الحكومة واضح تتبنى السياسة القهرية، وهو ضد بالكامل أن تقام دولة فلسطينية مستقلة على أراضي 67. وبالتالي الخيار المتاح الآن وفق هذه المعطيات هو مقاومة الاحتلال والتصدي لسياساته والاشتباك معه ميدانيا على الأرض حتى يسلم بحقوق شعبنا الفلسطيني. نحن المشكلة الرئيسية لدينا هو وجود الاحتلال، ما يجري من مسيرات واستيطان وخلافه هو يعني التجسيد العملي لإجراءات نتيجة الاحتلال ووجوده، وبالتالي زوال هذا الاحتلال ينهي كل هذه الإجراءات ويمتع شعبنا الفلسطيني بسيادته على أرضه وتمتعه بحقوقه الوطنية المشروعة الديمقراطية من غزة. شكرا جزيلا لوجودك معنا، كما أشكر أيضا من حيفا عبر خدمة سكايب سيد عصام مخور رئيس معهد إيميل توما للدراسات الفلسطينية الإسرائيلية. شكرا لكما.